بدش تتعشين؟ لا مالي نفس. حلامة شبعت قلبي، بي شي؟ اليوم سمعت نسوان بالقبيلة يقولون إن مهوش من بدأ ينجن ويدلل عنسته مثل الولد الصغير. مهوش يا قمر يوزع عقل على الديرة كلها. أقول لك إن هذا ما هو بسبب ما يخليك تاكلين. أقول لك السالفة، بيحرمة بالقبيلة تقول إني مهوش نعدى بالخوثان مني وإني بلوى أصابت القبيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول يا بعد عمري، بس بدي يجي يوم وأهل الديرة كلها تعرف قيمتك. أقول ما مديدي عزاد غير لما تاكلي. كلي يا بعد عمري، كلي يا بعد قلبي يا بعد. والله والله اذبحها 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 ثاني مرة. مش بلاك يا فتنة. تعالي 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 يا فتنة، والله قلبي يجعني، قلبي يخب. صبحك الله بالخير يا مهاوش. هلا هلا هلا. علامك؟ ما في شيء، فكي عني الله يهداش، تراني مشغول البال، فتنة مريضة. الحين صارت فتنة أهم مني؟ الحق علي، أنا اللي جيت أسلم عليك. مثقل دمها. يا دكتور يا دكتور الحقني يا دكتور. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي، لك شو ما تسوي هون؟ يا دكتور الحقني، عزتي مريضة. إن شاء الله بأبرق أنت وياها. ما شايفني نايم؟ يا سلامتش، السموحة يا دكتور السموحة. طلعت وياه ما بديش اعالجها. يا دكتور احب على خشمك، احب على خشمك، اكشف عليها. شو بده يكون فيها؟ يا مقربي يا مرشحة. والله ما هقيت انها سلامتش سلامتش. شوف 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 يا دكتور، شوف شوف كيف عيونها خضرن. هات اشوف. شوف. لا قربها. روح حطها على الطاولة، إن شاء الله بأبركوا كلياتكم. سلامتك سلامتك سلامتك. شو ها دخيلك يا الله؟ هالمرض ما أخذناهش بالكلية؟ ما أخذتوا هذا المرض بالكلية؟ لعاد عندهم دكاترة ما تقرون بالكتب والإنترنت؟ لا، كل يومين في مرض جديد، ومرض عنستغ مش موجود بكل كتب الكلية. سلامتك يا ول، وش لسوات الحين؟ خلاص خذها على الدار، ما لهاش علاج. والله ما اقدر يا دكتور اخذها على الدار، والله قلبي يقطع عليها، والله ما اقدر اعيش وفيك بدونها. لك خلاص خذها تضرب انت وياها، خذها. قاعد تقلعني انا وفتنه؟ سوى الله وجهك يا وجه الغاب، سوى الله وجهك. تضرب يا الموديل. تعال تعال. تضرب يا الموديل، كسر التلفزيون الله لا يوفقه. شو ها يا الله؟ قال اغضرت عيونها أم صار مرض خطير؟ قال مرض خطير. أعزائي المشاهدين، نلتقي مع الدكتور اللي اكتشف مرض جديد بعالم الخراف والماعز، دكتور فرحان، واللي قدم فائدة كبيرة لعلم الطب البيطري. دكتور فرحان، عبرنا عن فرحتك باكتشافك الجديد هاد. أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان، فرحان، مهوش، مهوش، الله يسعدك، الله يسعدك. وش تبي؟ هاي اللي عندي صارت أغلى شيء على قلبي. إيدك إيدك، وش تبي منها؟ تعال، الحقني على العيادة شاشوف. شو في بالعيادة؟ بدي حط لها بواطن بيض، تركز ركيز. تعال صج. لك تعال تعالي يا فتنة، تعالي تعالي، زوبي زوبي زوبي، تصيرين نمر. أشوفك تهتمين بالحصان أكثر من اللازم. الحكيم فرحان قال لي إني جاله اكتئاب المسكين، لجلني كنت مشغولة عنه. تطمني، هو أصيل وما يصير عليه شيء. الله يسمع منك يا جواهر، ترى أنت تدرين أنا روحي معلقة كل خيولي. إيه وبالأخص هبوب الريح. يلا يا بعد قلبي يلا. قلب 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 قلب، لقيت شيء؟ ألف الحمد لله. شوف السالفة، قلب 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 قلب، لقيت شيء؟
قل بالأول يعني بالأول لقيت شيء. لقيت شيء. الحمد لله مرضها جديد ومو مسكور ولا بكتاب. مرضها جديد الحمد لله الحمد لله. قديش بدك حقها؟ حقها؟ بدي اشتريها منك. ما اريد ابيعها، اريد اداويها. لو عطتني ملايين ما ابيعها. اجي عزيزه على قلبي، ترى ان قلبي يجعني يخزني يلمني. مهاويش خذ حقها احسن ما تفطس بين ايديك. وانت يا حكيم ان اشتريتها وايش تساوي بيها؟ راح نزلها على المدينه، اعرضها على اللجنه، وبخضرك شو بصير؟ تنزل فتنه على المدينه؟ وش يصير؟ آه بينزلوا اسمي بالقاموس العالمي على أساس شو أنا اكتشفتها لهالمرض. ما شاء الله ما شاء الله. ينزل اسم فتنة بعد؟ لكن بينزل اسم فتني واسمك كمان. والله ما شاء الله ما شاء الله. والله يا حكيم تراني أرد لك الخير. انتوا فتنة بعد، انزلوا على المدينة وانزلوا بالقواميس، ما بي مشكلة ينزل اسم مهاوش. لكن أنا أخاف عليها. والله يا دكتور قلبي يلمني يخزني يجعني. ما أريد رح أعطيك محلها 3 عنزوت. ما أريد. 4 عنزوت. ما أريد. 5 عنزوت. ما أريد. 7 عنزوت. ما أريد. أروح أنظفها وأحممها عشان تروح معك نظيفة على المدينة. أقوم تغيير راسك. أقوم أحيان الله. نسلم عليكم. لا تحرك بسرعة. نسق الجارح إلى الحمار النابح. هل تسمعوني؟ أسمعك سيدي. لك شو قصة هذا المرض اللي عم يحكوا عنه؟ عم يقولوا إنه هي عنزة مهاوش مع مرض خطير سيدي. وهذا المرض بيعدي ولا ما بيعدي؟ بيعدي سيدي. لك ما بيعدي بيعدي. لقولي على طولك أنت واللي معك قوام جيبه وتعال هون. لا تخططوا بحدا ولا تقربوا على حدا بنوب بنوب. وبتطالع قرار ممنوع الاقتراب من المغفر ولو دباري. سمعان؟ سمعان سيدي سمعان. يلا لشوف شو هذا. أحلى يكون هذا المرض بيعدي كتير، يكونوا نعدوا كمان هم ويعدونا. تعالي يا ولي تعالي. وش يساوي الحين؟ يا الضابط يا الضابط تعالي يا الضابط. الحقني الله لا يوفقك على النبي. ابي ابلغ عن جريمه. هذه المجرمه توحشت. لك تبي تدفع خلف ترجعك حبسها اليوم. اطلع لبرا انت وياها احسن ما اوصلك. اطلع لبرا احسن ما احطك بالحبس. ترجعك تحبسها. لك اطلع ترجعك تحبسها. يا ولي يا ولي الوجه يا معاوش. غير اذبحت واذبح هذه العنزة الجربة. ولي ياخذوك منك. خلك 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 بعيد. لا تقرب لا تقرب. هاد وش فيه يا خلاف؟ هذه عنزتك ان شفتها داخل غير اذبحها ذبح. تفهم؟ يا خلف يا خلف ما هكيت انها تعدي. هذا انا ملازمها قريب منها وما عدتني. مش مدريك انت تعدي ولا ما تعدي. انت وليت حكيم يا المهبول. لا لا يا خلف خلي بقلبك رحمة. شوف 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 كيف مسكينة هذه. والله قلبي انه يلمني عليها. وش قلبك يالمك؟ وش شف عينها خضرة يا رجال. تقول ما يعني زها هذه. هذه ضبع. اربطها اربطها ورا البيت. رح رح مثل ما تبي. خلف ها. الدكتور فرحان ان لفة ونشدك عني كل انه مهاوش طفش. وش يبي منك الدكتور؟ اي ثمن الدواء ها؟ وانت ما معك؟ اي قل له جلا، قل له رحل قلبي. يا ليتك تجلي، يا ليتك ترحل انت والعنزة الجربة هذه. عنزة ناقص ينام عنزة بل سلامتك سلامتك.
كذي كذي دخيل راسك طمني. ايه تطمن يا زميل، ما بو شيء ما بو شيء. بيني وبينك يا زميل بلشت اخلط مي وزيت، تكون معدي من معزاي. يا ول هذا المرض ما يعدي، اللي يعدي هو الخوف اللي يحمس القلب. انت متاكد من معلوماتك؟ ايه متوكد. يعني اخذها وانزل فيها على اللجنه؟ ايه خذها وجيبها وجيبها وخذها. متاكد؟ شبيك يا رجال الله يهداك، اقول لك ما يعدي، اللي يخاف من الضبع يطلع له. الله يسلمك الله يسلمك. كلي كلي يا فتنة كلي، صلي شي يومين ما كلتك، مش اساويك؟ والله قلبي والله قلبي يالمني عليك، والله مش اساوي فيك. ترى ان اللون الاخضر الطالع عند عيونك ترى انه زين، باشر تفيقين ما فيك شيء. كلي 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 يا ويلي يا ويلي، وش السواك الحين؟ بقعد بقعد، كل مرة ننظف وراه وراه لعنزم. هلا هلا هلا، نسلم عليكو. هلا بالحكيم، عليك السلام. السموحة تراني أشمس التراريح، هذا المهبول البارحة بيت لعنزة بدخ. وين هلقيت؟ الحكيم ترى هو قال لي يوم انتلفي أقلك إنه رحل، لكن انت دكتور وذكي ما اكذب عليك، تراه ورا البيت. سول الله وجهك. ادخيل راسك وصلني لعنده، تعال 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 اشوفه وين. مهاوش مهاوش يا مهاوش مهاوش يا مهاوش يا مهاوش.